أستاذي. نعم. أول شيء أنا كنت طفلة وكان في مسلسل دبدو. دعم هي. دبدو. هي. وأنا كنت اللي عرفنا أنك أنت هذه من بداياتك أنت. دعم. شو اللي ودى حق زعابي؟ جاسم عبيد. جاسم عبيد. أنا بخبرك. ها. أنت الحين هاي السالفة ما حد يدري بها. ولا في أي مقابلة نشدوني عنها. إحنا سوينا بحث. أنت الحين أنت ما شاء الله. تبشين الماضي أنتي. برنامج يدو سوى بحث. سوالف يدو ترى. وأنت تسوي سوالف ما شاء الله. دعم. أول ما بديت أنا. محمد ياسين الله يذكره بالخير هذا أبو الأطفال أبو نادي الأطفال وريال مدرس لغة عربية ما شاء الله عليه وممثل فنان ومثل في آية في طول عمر سبع طماش في دور بوصلهام ونحن ما ننسى نذكره بالخير والطيب. قال محمد ياسين أنا أبا أسوي فقرة الدبدو وما حد محصل خيار عنك أنت وانت روحك بتسوي الحوار والكلام اللي بتيب انت روحك ما يعتاز لنش تكره صح وبتسوي وبديت انا حوالي كم شهر بس اول المبدأ ها وعقب اميها مرضت بسم الله عليك وهذا والله يرحمها علم ثواه ها فاطمة الله يرحمها يرحمها قالت يا ولدي انا بسير الخارج وباك الشيري في آية امر اولمبيا انها تسفر الخارج وين لندن من بيشير فيها انا زين قال محمد ياسين شو اسوي؟ قام يضرب في راسه قال انا شو اسوي؟ قلت بويا امي ابدا ها من الدور هذا الدور هذا عندك جاسم عبيد تعال يا جاسم عبيد وحطيته هو كان شو تبون؟ قلت جاسم انت البس الدبدوب كم يوم لين انا اسير واعود يمكن شهر شهرين وخلاص ابطينا هناك حولنا حوالي تمينا ثلاث شهور لين عودنا ياي نكس وعاد تم عليه جاسم عبيد الدبدوب يقدم ومن يومها من 77 جاسم عبيد الدكتور هو الدبدوب ليومك هذا